الثانية لو الحكاية دي لها ما يضع لها دوافع، الدافع المال، الدافع الطمع، خلاص يعني طبعا لا نبرر، يعني دي دوافع حيوانية متوحشة، إنما في دافع، هناك دوافع تجعل الناس تقوم بشيء. يقول لك هو إيه الدافع لارتكاب الجريمة؟ والله سرقة، والله طمع، والله اغتصاب، أي شيء. بس طبعا أنا لسه كنت بكلم حضراتكم من أسابيع إنه في أشياء غريبة بتحصل أكيد وراها مخدرات، يعني إن أنا أعري أختي، يعني هو طبعا ما ينفعش أعري أي واحدة، إنما لحمي ده يعني عارف يعني ما 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 ما, ما تعرفش تقولها. مهم الحكاية اللي جاية أنا مش فاهم إيه دافعها. العام الدراسي لم يبدأ بعد، لم يبدأ بعد، وخلاص النظام للامتحانات في أغلبه لا يعتمد على الدروس الخصوصية ولا على السناتر ولا 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 ولا. أنا عايز أوري حضراتكم النهاردة السيد محافظ كفر الشيخ اكتشف عدد من السناتر فيها مئات الطلبة، مئات الطلبة. اهو اتفضل، محل من بره عادي جدا، انت شايفه محل عادي ما فيهوش اي حاجه، ادخل جوه بقى معمول انفاق من بره عادي، محل بتاع، افتح الباب وادخل جوه وشوف، بص شوف في ايه، بص شوف العدد، بص شوف في ايام بقى الكورونا والبتاع، بص شوف العدد، شوف مئات أنفاق، مئات الطلبة. الراجل دخل بهيئته بناسه بكل الناس اللي معاه، قال لها سيب الكتب سيب الورق اخرجوا برا. ودول اللي بيعملوا لنا الهاشتاجات بتاعت عيالنا هتموت لو راحوا المدرسة، عيالنا هتموت لو راحوا الامتحانات، إنما لما يروحوا السناتر يبقوا فلة شمعة منورة. الفلوس دي ايه؟ يعني ان وقف الصوره والنبي دي واحده، ده بكام؟ يعني الراجل ده الطرحه بتاعته النهارده كانت بكام؟ لو كل واحد من دول دفع 10 جنيه وهذا رقم تافه، يعني انا بقول 10 جنيه وهو اكتر من كده، لو كل واحد من دول دفع 10 جنيه الساعتين لامبراطور الكيمياء او سلطان الفلسفه او ملك العربي خد كام؟ والموضوع انتهى، هو ما بقاش محتاجين يا جماعه ناخد دروس خصوصيه، يعني الدوله بتعمل اللي بتعمله لتطوير التعليم عشان ما يبقاش فيها ظلام. طب روح المدرسه، تروح المدارس تلاقيها فاضيه، العيال ما بتروحش. يقول لك لا 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 اصل احنا خايفين على العيال من الكورونا. واحد تاني اهو اتفضل، انفاق، عاملين انفاق تحت الارض. بص تخش عادي 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 عادي، تمشي عاملين مدرج استاد، تفضل بأجهزته بقى بتاع تصوير فوتوكوبي بتاع مدرج، عاملين منشآت تعليمية، تفضل. وتيجي تقول له يا ابني بص 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 حاجات محفورة تحت ما تلاقيهاش، وأدوار فوق أدوار، بيزنس كامل، بيزنس كامل، اندر جراوند ايكونومي، اقتصاد تحت الارض، كتب بقى خارجيه وجاهزين لكل. بصوا العيال اللي طلعت من السناتر، وقف هنا، دي مدرسه خارجه، دي مدرسه خارجه مش سنتر، ده ايه العظمه دي؟ ده دي مجموعة واحدة في مكان واحد. تعال أقول له بقى تعالوا نروح المدرسة، يقول لك لا أبنائنا أجبادنا تمشي على الأرض، أنت عايز الواد يجي له كورونا؟ طب يا جماعة
يا جماعة يعني يقول لك لا انت عارف الفصل بيقعدوا فيه كم واحد، انما في السناتر اشطب عسل مربى على مانجا زي ما وائل كفوري بيقول. اتفضل اتفضل، ماتش كرة خارج، ماتش كرة خارج. وطبعا الاشياء دي ملاش اي لازمه، نظام التعليم الجديد ملوش دعوه بالكلام ده، ملوش دعوه بالدروس الخصوصيه، انما هو ادمان. طب يا جماعه الناس دي رايحه ليه واحنا ما بتدنا؟ طب ماشي انا معاك، رايحين ندرس، ندرس ايه؟ ده العام الدراسي ما ابتداش، انت رايح تذاكر ايه؟ شايفين عدد؟ شايفين الكميه؟ هل ده معقول يا جماعه؟ فين ابهاتكم؟ فين امهاتكم؟ فين عقلكم؟ دي عيال مش صغيره. ده المحافظ رايح بنفسه، بنفسه والدوله قاعده تصرف في مليارات على تطوير التعليم. لا لا لا، الفلوس بتروح لحد تاني، الفلوس رايحة تحت الأرض، كتب خارجية، دروس خصوصية. بص أول ما ولعوا النور عليهم ما طفوا طبعا لأنه عارفين في كبسة. بص بص سمعهم الصوت، لو سمعت سمعهم الصوت. سينما حفلة ستة خارجة. وطبعا كله مكسوف، كله بيغطي وشه. طب ليه يا جماعة بنعمل كده؟ ايه الادمان للدروس الخصوصية والسناتر؟ ايه المافيا اللي احنا عايشين فيها دي اللي هي قاعدة مهتمة في يا جماعة مافيا للدروس الخصوصية، في مافيا للكتب، هي حاجة بملايين الملايين، هو اقتصاد قائم بالملايين. اتفضل افتح محل من بره مالك الكيمياء، كأنه انه السناتر قفلت خلاص، ادخل اتفرج بقى جوه عامل ازاي. طبعا كفر الشيخ ليست بدعة، يعني هتلقى في المنوفية، هتلقى في الشرقية، هتلقى في الجيزة، هتلقى في القاهرة، هتلقى. وبصوا تكييف ستاندالون كده كويس وكل حاجة، يعني احنا عندنا جامعات ما فيهاش المدرج ده، سبورة جديدة. طب ما يا جماعة ما نقفل التعليم ده اللي البلد قاعدة تصرف عليه، ويجي يقول لك ايه حرام عليك الولد بندفع له 300 جنيه في السنة، طب أنت بتدفع له كام هنا؟ أنت بتدفع له كام هنا؟ مش عارفين نستلم الكتب، طب أنت بتدفع كتب خارجية بقد إيه؟ حاجة مذهلة، أشك بل أكاد أجزم إن في حاجة زي دي في العالم، في العالم. يعني هو الأمم المتحدة دي فيها 190 دولة؟ امشي في 190 دولة انك تلقى حاجة موازية لهذا الامر لن تجد، هي ظاهرة مصرية صرفة. حرام والله، مجهود وفلوس ضايعة وخطر على الناس في ايام الكورونا والايام الصعبة، دول قاعدين في متر في متر يا جماعة، ده لو واحدة عطست هتجيبهم الارض ومحدش فيهم متطعم، محدش لا احد من دول متطعم. انا عايز بقيه المحافظين يعملوا زي محافظ كفر الشيخ كده، يخلصونا من هذا الوباء.
يخلصونا من هذا الوباء. دي حكاية، وحكاية غريبة النهاردة، حكاية غريبة كتير يعني.